ايتما دي السماء قبل تزوم الفيديو تابعونا دينا حمص لاشين باش يكون لكم الجديد للقناه. السلام عليكم. السلام عليكم ايتما دي السماء. صباح الخير صباح النور. ماني كنت قام بخير صحت لاباس كلشي بخير يا عزيزي ومن امن. كنت جاون ربي هيا جو من امن سمونا سبان ثلاثة أساس الدورة. الدورة أنا شهر فبراير حمس الجامعة ومن أول مرة تحضر كانت الدورة بحكم دائما نراعي دي التاغس وكنت دورة ثلاثة حمس نتفرات الجامعة ثلاثة بعدين نتفرات التينت غالبا تزوم السمونا خدمة اختدي ومن نتي السبت ولكن الدورة كان جهدني ونكرهت بكري باش نفتو أن نحضر نسبق ما قسيت تقعون ما قسيت تجرون ما نكاس زراي الدورة غم وجدنا أول مرة أدفتو واحد زرح الدورة أني كان الجامعة ماني كاس زري ومهددنا كيقول ان جميع المؤسسات جميع الوزارات والادارات والمؤسسات العموميه خاصه في اجل ديال 6 شهور تصدر واحد تخرج التصور ديالها كيفاش بغات تفعل مخطط عمل كيفاش بغات تفعل هذا الطابع الرسمي في الاختصاصات ديالها. الوزارات خاصهم المؤسسات العمومية هذا كذلك الجامعة الترابية. دابا هذا الإجراء اللي خاصو من المخرجات ديالو هو أن يكون عندنا واحد التصور في الإدارة في التشوير في الوثائق ديالنا في جميع هذا كيفاش بغينا نفعلو ذاك الطابع الرسمي. ذاك الطابع الرسمي ذاك القانون التنظيمي عطينا أجالات كاينين الحوايج اللي خاصهم يتقادو في 5 سنين خاصهم تبان فيهم الامازيغيه في 5 سنين هذا راه قانون دابا ضروري. كاين الحوايج ديال 10 سنين كاين ديال 15 عام اذا من 2020 حتى 2035 كاين الحوايج اللي عارف 5 سنين الاولى اغلبيتها بعد 80% من في التعليم في الاداره في الصحه في كذا كاين الحوايج اللي ديال 10 سنين اللي خاصهم مثلا شي حوايج في التعليم الثانوي ولا في التعليم فهمتي. الجامعه دابا ماشي بخاطرها في الحقيقه ماشي بخاطر زعما مفروض عليها انها تداول في هذا السميتو وتقولها كيفاش كان تمام كان هذا حق هذا التداول خاصنا نعطيو فيه الموافقه باش الجامعات دير هذا مخطط العمل تقول في هاد 3 سنين اللي جايه هاد العام العامين 3 سنين ما عرفتش على حساب هذا راه غنبدا مثلا كيبان لي هذه دابا بعدا كنافيشيو دابا النقطه في جدول العمل كنديروها بالعربي والامازيغيه اضعف ايمان ان الدعوات ولا مثلا هاد لونتي دابا هو فيه الامازيغيه خاص من بعد هذا نبداو نتبوا جدول الاعمال كامل العربيه والامازيغيه داكشي اللي خاصو يكون. نعم فهمتي غير اللي غنساو المداوله رسول مسكريمي كنت تجاوز انا نساو الدارجه ورس العربيه الدارجه شكون كي كنغيز سوتو الدارجه السلطه باش نسهل العمليه عوض نسكر الترجمه يراجعوا السلطه فهمتي مادام الاغلبيه نغارسوا اريد تفهم الدارجه ممكن اسيس نسول ولكن نورمالمون خصنا لكم يات الوقت سي خصها خصها على الاقل غير اللي خصها هو تاش الحيت تمازيغ اسيس تداول الا ما رادوش ما ربما سداري نخرجوا من بعض الخلاصات كورشه فقط ولا شي نشاط يكون متعلق بهذه الامازيغيه اشنا هي الحاجيات ديالنا واشنا هي الحوايج اللي خصنا نبادروا فيهم في هذا الاطار واش فاش تقدمنا وفاش تخلفنا واش خصنا. اذا كنقترح
نديروا شي ورشه عمل تكون مؤطره، يكون عندها واحد المؤطر امازيغي اللي غادي نهضروا معاه ويهضر معنا حنا والجمعيات المعنيه المجتمع المدني اللي معنيه بهذا التمازيغ. وديك الساعه نخرجوا بتوصيات ونستمروا في العمل ديالنا. هذا اللي قلنا دابا يكون في الجامعه، هذا هو الدور ديالو يدير تكوين الاعضاء والموظفين تعمم هذا الامازيغيه. اللغه الامازيغيه وفي القيم ديال الامازيغيه واحد التعبير جد راقي هو تينوبكا كدين بكي ين بكي ين بكي تينوبكا. تينوبكا هي الضيافه وهي حسن الضيافه وهي الكرم، فيها السميه ديال الامازيغيه وفي امازيغيه وفيها كذلك واحدة من القيم ديال المازيغ وديال المغاربه كاملين اللي هي حسن الضيافه والكرم. ممكن تكون دار الايواء تينوبكا، تينوبكا كدين بكي ين بكي تينوبكا هي الضيافه. كيتعاملوا مع الناس دراوش وكيبيعوا الخضره بدرهم بجوج دراهم، راه ما بقاوش صفر. يعني دابا بزاف السوق ديال المنتجات وتحصلوا دوك الخضره اللي عندهم المحلات وعندهم هذا اليوم ومخسورين وسط السوق. ما يمكنش هذوك الفراشه ولا هذوك الخضره يتزادوا في صفر. قلنا علاش لا هاد الاثنين؟ لان ديجا كيجيو من نهار اثنين ثلاثه اربعه كيجيو صفر هذوك قبل ما يتقاد السوق اسبوعين. دابا ملي تقاد السوق الاسبوع حصلوا دوك 30 واحد ولا شحال 34 واحد وداروا 16 بيتو. قلنا حنايا ما ماشي قلت انا الراي ديالي الشخصي وبعض الاعضاء اللي سميتو، علاش ما يدار هذا النهار اثنين ونحلوا الباب والجامعه تعاون مع هاد الناس هاد السواقين اللي تعاونوا مع الناس اللي خصها حنايا نديروا عليهم، لان الدور ديالنا كمنتخبين راه خصنا نتعاونوا مع الساكنه مع الناس باش يستافدوا. كاين واحد جوج تريبورتورات هنا وكاين شي حاويات حتى هما كاينين هنا، وهاد هاد هاد المساله ديال التريبورتورات وهاد الحاويات وهاد كلو خصنا نشوفو ندبروا بشي طرق وغنقترح عليكم نديروا نختاروا واحد جوج دواور ولا ثلاثه دواور ولا مع اربعه دواور نبداو العمليه تدريجيا. ولكن الا بغينا نكونوا عمليا نقدروا نبداو بواحد جوج دواور ولا ثلاثه دواور زائد المركز وهذا، ولكن ديك الساعه ننجحوا في هذه القضيه ديال احياء هذا المشروع، لان هذا المشروع من العار وحشومه كمجلس ان هذا المشروع يجب بين يدينا ويطيح. ما غاديش نقولوا اتحاد ما دار والو ما هذا، ولكن حتى حنا الا جينا نشوفوا راه الجماعه هي اللي خصها تكلم وهي اللي خصها تدبر هذا المشروع. عرفنا ما كاينش الامكانيات وما كاينش هذا باش نتعاملوا مع هذا المشروع، ولكن على الاقل بعدا الظروف فاش كاينين دابا نقدروا نتعاملوا عادي ثلاثة دور ولا بعض الدور، يمكن المجلس نحقو يقترح هاد الدور هادو ونديرو فيه تجربة، وفي نفس الوقت هاد الماتيريال ما يبقاش ضائع وما خدامش وهذا. الآن هناك ظروف لإحداث هاد السد، ومن في هاد الملتمس غنشيروا لهاد الملاحظات وهاد
هاد الافكار اللي راه كاين سي يعقوب كاين ماشي ترميم شنو راه هذا راه غيطلع ب 60 متر راه الماء غيجي تفرض غتشوف فيه قدام تحت القنطره ديال الجبر غتشوف الماء هذه هادشي اللي عطات الدراسات دابا هادشي اللي يعقوب هادشي علاش كنهضروا ولكن داك القديم اللي المشكل اللي كاين دابا اللي هو قائم حاليا هو المشكل ديال البحر ديال التفرج لان ملي تنحطوا سد وكنشوفوا الواد الحار كيخترقوا المهم كنحطوا ملايين ديال المبنى المكعبه في السد ونحيوا عليه الواد الحار دابا ملي جات الفكره ماشي جات الفكره ملي جات المرحله الثانيه تروازيام طرونش ديال التفرج انه تحيد هذاك الواد الحار فوق هذا يعني ممكن دابا نترفعوا عليه ونهضروا عليه وندافعوا عليه وخصوصا في هذه القله اللي وما اللي خصهم يديروا الطلب يديروا الجامعه باش الجامعه صيفط الفلاحه وصيفط التجهيز والبنائي وتطبر على باش ما يوقعوا في واحد المشكل بحال هذاك وتهضر المارشي وجا المقاول باش يخدم وخرجوا الناس يحبسوا فالفعل والبطش المدير ديال المكتب الوطني الصحي الشربي كان يحضر معنا ما ياك الناس كان الا بغينا زعما ندخلوا نعطيو الماء اللي غالي خصنا نسدو على ثمنه باش تكون لابريسيون ما كاينش لابريسيون الماء قليل تفرغ نفس المشكل كاين الناس عندهم الماء كاين اللي كاع ما كيكونش الماء دابا اللي ما عرفتش كيديروا دابا كاين المشكل بعض المرات غير قلت لك هذا مشكل عام خصوصا في الصيف هذا المشكل في الصيف تولي مشكل هذا مشكل قائم ولكن دابا ملي كنمشي حنا نخلصو ملي كتمشي غير السيمانه تديك اخر اجل الاداء تيقول لك تخلص ديال التقخير ديال الاداء ولكن حنا ملي كيكون عندنا الماء ما كيكونش عندنا الماء شكون غيخلص حنا الخطيه نهضر عليها شنو مشكل انا معاكو ونزيروني في اي حاجه بجواب تقول اي حاجه ولكن نهزو بعين الاعتبار على ذلك هذا السدود التالية والسدود السياحة هذا هو الدور ديالهم على الشارع دابا دابا تفراوت كان كتبومبي 1730 طن يوميا دابا عندها 700 طن يعني 1000 طن دي مشات على مستوى العمالة هذا ديال التفاوي ديال التفاوي ديال 2019 قالوا غتصنع 1730 طن يوميا باش ما تكونش الانقطاع هذا مشاو سلكوا ديك الفتره ديال المهرجان مشى دابا بلا مهرجان بلا والو خصهم 1730 طن و تيبومبو 700 طن ماشي كيبومبو هذا الشيء اللي عندهم اللي كيهزو داكشي اللي عندهم يعني لا نار ما فيهاش الماء مش فاس يعني الناس خصهم يعرفوا بان الماء راه الا كنا كنشربوا الماء اليوم راه تنشربوا ديال السنوات الجايه راه هاد المشكل فاش عايشين دابا في الماء راه ماشي ديال اليوم ماشي وليد اليوم راه هادشي كينقص شويه بشويه بشويه توصل هاد الحاله هادي اللي وصل دابا يعني هاد لا نار راه حنا الضغط اللي درنا عليه هو اللي وصل لهذا الحال شارون بواسطة النافورات العمومية ثلاثة إعادة قراءة اتفاقية شراكة تعبيد لمسلك الطرق المؤدي إلى دوار تقديش الشمزيل أربعة إعادة قراءة اتفاقية شراكة تعاون جولدن خدماتية خامسا اتفاقية استفادة جماعة من حافلة النقل المدرسي سادسا اتفاقية تهيئة المسلك الطرق المؤدي إلى المنزل التقليدي بدوار مسند Thank you.
دار العجزه الا كان بامكان دار واحد اتفاقيه شراكه مع المؤسسه ديال سيدي عبد الجبار باش التضامن، لان المشكل ديال سي محمد الشيخ الصمطي كاين سي محمد واش تفهم اللي قلت لي معزوز تفهمك السيد كان واحد الفكره ديال بناء مأوى لدار العجزه، لان المركز ديال الجامعه راه دابا حنا في النقطه الاولى راه هضرنا ما كاينش العقار، وتيجا هذا العقار اللي هاد البنايات اللي كاينين فيهم باقي فيهم الاسم ديال التسويه، وهذا رفع ملتبس راه واقع، رفع ملتبس غديروا الجامعه للوزاره الوصيه ديال الاسره والتضامن، ولكن الا كان امكانيه باش دير واحد اتفاقيه شراكه مع المؤسسه ديال سيدي عبد الجبار وهما يوفروا الارض والدار في سيدي عبد الجبار في الزاويه، وديك البلاصه راه معروفه بالناس كيديو ليها سميتو كيكون المحسنين اللي كيديروا الخير في ديك البلاصه، وتبنى هذه المؤسسه ديال المؤسسه ديال مؤسسة التضامن ياك أسيدي مع التضامن يا وتبنى في سيدي عبد الجبار باش تفاداو حنايا القضية المشكل ديال الأرض والجماعة ترافع والوثائق لا ماشي حنا دابا قلنا دار واحد الاتفاقية بين الجامعة لا هو دابا الفكرة كيفاش دار هذا المأوى هو بعدا غيدار ملتمس الناس اللي غادي يجيو دابا غادي يطلبوا فين غيدير تحت الملتمس الساعة اللي تقبل الملتمس من طرف الوزارة حنا ديك الساعة نبداو نهضرو عاوتاني فين غيجي يعني الاقتراح والقرار تيكون عاوتاني ديال المجلس حنا غنتفقوا عليه غير هذا الملتمس بعدا باش يتقبل عاد باش نبداو نهضرو هذا الملتمس غيترفع عند الوزارة ولكن هنايا كمجلس وحنا دابا في الدورة وكاين سمعية وكاين سمعية علاش ما اتخذوا القرار الا بغاو الاعضاء دار واحد اتفاقيه شراكه بين الجامعه والمؤسسه ديال سيدي عبد الجبار باش يوفروا هما الارض وتبنى في سيدي عبد الجبار، الا كاع هذه الوزاره ما لبات لنا الطلب ديالنا يقدر يكونوا محسنين ولا شي جمعيه اخرى تجي تبني ولا بعدا حنا غاديين في نفس سميتو مع المؤسسه ومع هذا واحد البلان وقاعد بسوق فيزابيليتي ديال لي بانكارو هذا واحد البلان عندنا كذلك واحد البلان ديالهم من الانتيريور كيفاش كتكون الخدمه ديالهم من الانتيريور وكذلك من الاكستيريور كما كتشوفوا. جمعية الخير دار الطالب التفراوي 8000 درهم، جمعية خير دار الطالب التفراوي 3000 درهم، جمعية الرياضية أشبالا من 55000 درهم و 240، جمعية التفريج هو من 30000 درهم، جمعية المزال هو من 35000 درهم، جمعية الآباء وضعية التلاميذ الجماعية 10000 درهم، جمعية تدريس التنمية التربية والفنون 5000 درهم، الشبكة الإقليمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامن 5000 درهم. أمن انخرطت إلى جانب 11 جماعة على مستوى ديال الجهات ديال سوس مسا في واحد المشروع ديال أنه يكون واحد الملائمة هي الملائمة ما بين الميزانية الجامعية مع الميزانية اللي كاينة يعني اللي كتستجب لهذه المؤشرات المرجعية ديال النوع الاجتماعي، وبهذا الخصوص دارت تقريبا واحد 5 ولا 6 ديال الدورات التكوينية إلى جانب واحد المواكبة من طرف واحد الخبير من طرف الهجرة والتنمية خبير في هذا المجال ديال ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي، واليوم نحن بصدد أنه نصدقوا على واحد الميثاق اللي غادي يخلينا إن شاء الله في المستقبل أنه نقدموا بهذا يعني بهذا المرجع أو بهذا المقاربة ديال احترام النوع الاجتماعي في الميزانية الجامعية إن شاء الله
الميزانيه الجايه ديال 2021. شكرا جزيلا.